هل اسم الدهر من أسماء الله؟ لا، ولا يجوز أن قوله صلى الله عليه وسلم إن الله هو الدهر، ليس معناه إن الدهر من أسماء الله، وإنما معناه أن الله هو الذي يقلب الليل والنهار. لا تسبوا الدهر يؤذيني ابن آدم، يقول الله جل وعلا يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر. إيش معنى الدهر؟ أقلب الليل والنهار، فسره الرسول صلى الله عليه وسلم. ليس من أسماء الله عز وجل إلا عند الإمام ابن حزم، هذا غلط. نعم.